السلام عليكم الطلبه، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه لهاد لا فيديو غادي نشوفوا الموديل تاع ليكولوجي جينيرال بالنسبه للناس ديال البيولوجي اس في اي اس 3. ما عرفتش صحاب اس تي اي واش كيقراو هذا الموديل بالضبط، ولكن المهم هذا الموديل راه كيقراو صحاب الاس في اي، يعني صحاب البيولوجي اس 3. فقررت غادي نبدا معكم ان شاء الله هذا الموديل. كما كتعرفوا ليه هو واحد الموديل اللي ساهل، يعني الا سولتوا الطلبه اللي دازوا قبل في الاس 3 راه غيقول لكم من بين الموديلات اللي ساهلين في الاس 3 هو هذا الموديل، ولكن كيعتمد على واحد الحاجه اللي خاصك تحفظ وتفهم، يعني الفهم، لان البروف فاش كيحط لكم كيو سي ام راه الا زاد لك غير كلمه ولا شي حاجه راه كيمشي لك كلشي. فوالا غادي نحاول نعطيكم، يعني غنحط لكم فيديو الاول الثاني الثالث، غنديروا فيه شي اربعه الفيديوهات ولا خمسه بحال هكاك، يعني باش ما يكونش يعني واحد الضغط في الفيديو، لان العام اللي فات حطيت لكم واحد الفيديو اللي شامل ولكن ما فيش يعني داك الشيء كامل اللي غتحتاجوه في الايكولوجي. فهاد العام ان شاء الله غادي نحاولوا نمشيو ايطاب باغ ايطاب، يعني غنمشيو الايكولوجي يعني من الاول حتى الاخر. العام اللي فات حطيت لكم غير لي نونسيون لي تخوز امبورطون، وكاينين في واحد لا فيديو اللي فيه شي 25 دقيقه. المهم غنبداو هاد العام ان شاء الله ليكولوجي بشويه بشويه، وكما كتعرفوا حتى البروبابيليتي راه بديناها، وان شاء الله غنبداو معكم حتى البيوفيزيك اللي ساهلين والموديلات الاخرين بطبيعه الحال. يعني كاع لي ريزومي اللي كانوا عندنا غادي نحاولوا نحطوهم لكم ان شاء الله باش هكا تستافدوا، وما تساوش ما تساوناش غير بالدعاء ان شاء الله. فوالا باش ما نطولوش في الفيديو غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو بلا بيوسفير. شنو هو التعريف ديال لا بيوسفير؟ لا بيوسفير هو واحد لابارتي، سات لابارتي دو ليكورس تيريست او لا في اي بوسيبل، اي ركوف بارسيولمون تخوا غران كومبارتيمون دو تير. عندنا لا ليتوسفير، لا هيدروسفير، لاتموسفير. فوالا شنو هو هاد يعني هاد البيوسفير؟ هاد البيوسفير ديجا عرفتو يعني شفتو في الجيولوجي. البيوسفير هو واحد الجزء تاع القشره الارضيه، حيت حيث يمكن لينا يعني كيمكن لينا نعيشو فيها، يعني كتكون عندنا فيه الحياه، وكيتكون لينا من ثلاثه ديال كومبارتيمون كبار، اللي هما يعني واحد الحجرات كبار اللي هما ليتوسفير، الهيدروسفير، والاتموسفير. فوالا هذا هو لابيوسفير. يعني حفظوا هذا التعريف لانه غادي تقدر تحط لكم لا شكل كي سي ام، ولكن لي فاكولتي اللي كيطلبوا لكم التعريف يعني ديريكتومون بحال هكا كيقول لك شنو هو لابيوسفير، شنو هما هاد لي كومبا تخوا كومبارتيمون ديالو، يعني ها هما كاينين كلشي قبالتكم، يعني ما كاينش شي حاجه اللي زدت عليكم. فوالا غادي نشوفوا دابا ستريكتور ديال لابيوسفير. ستريكتور ديال لابيوسفير او ما يسمى يعني البنيه ديال هاد البيوسفير، البنيه ديال البيوسفير. فعندنا عندنا فيه ستريكتور سباسيال. المهم البنيه ديال هاد لابيوسفير، فهو قلنا كيكون عندنا واحد البنيه اللي هي سباسيال، وهاد ستريكتور اللي هي سباسيال كتكون لينا يعني كونستيتي دو زوناسيون، يعني كتكون مجوج ديال لي زوناسيون، يعني كتكون واحد يعني واحد التقسيم ديال المناطق يعني في خطوط الارض اللي هي اون لاتيتود، وكذلك يعني يعني كتكون عموديه، وعندنا زوناسيون اللي كتكون يعني زون اون التيتود اللي كتكون يعني افقيه. فوالا يعني هاد الزوناسيون اون لاتيتود يعني كيكون عندنا واحد التقسيم ديال المناطق في خطوط الارض يعني كتكون عموديه، وهنا زوناسيون اون التيتود يعني كيكون عندنا افقيه. فوالا هادي عموديه وهادي افقيه. فوالا هادي سالينا معاها. دابا غادي ندوزو هاد زوناسيون اون لاتيتود، يعني هاد زوناسيون اون لاتيتود ما كيركزوش عليها بزاف، هذاك الشيء علاش ما درتش لكم فيها بزاف، يعني ما كتبش لكم فيها شي حاجه. غنشوفوا يعني زوناسيون اون لاتيتود اللي كتكون افقيه. بالنسبه لهاد زوناسيون يعني اون لاتيتود، فعندنا كيكون لا بيوسفير بريزون اون سيكسيسيون دو ميليو تري ديفيرون، كيكون عندنا يعني واحد لي ميليو تري ديفيرون. اول حاجه كيكون عندنا لي ميليو تيريست، هاد الميليو تيريست حتى هو ما كيركزوش عليه بزاف، وكيكون عندنا الميليو اوسيانيك، يعني الميليو اوسيانيك هو اللي كيركزوا عليه بزاف. يعني كما كتشوفوا عندنا جوج ديال لي ميليو، يعني فهاد الميليو الاول اللي هو ميليو تيريست ما كيركزوش عليه بزاف في ليكولوجي، كيركزوا على الميليو اوسيانيك. يعني الميليو اوسيانيك شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه هاد الميليو اوسيانيك، يعني ضروري ما خصكم تراجعوه مزيان لانه مهم بزاف وكيتحط في ليكزام. المهم هاد الميليو اوسيانيك خاصكم تركزوا عليه بزاف. وشنو كيحط لكم مثلا البروف؟ راه الا شفتوا لي زيكزام غتلقاو لا زون اوفوتيك، وكيعطيك مثلا هاد الاقتراح هذا، ويعطيك اقتراحات اخرين يعني اللي صحيحه كدير لها اما فغي وفو، ولا كيعطيك كي سي ام، يعني اختار وحده بيناتهم. الا لقيتوا لا زون اوفوتيك
ولا راه حتى الا لقيتو لا زون فوتيك هذه راه كيحطها بزاف في لي زيكزام. علاش؟ وانت كتركز على هذه وهو راه كيحط لك هذه، كتسحب هادو راه متساويين. يعني الا لقيتي حاط لك لا زون وفوتيك راه هي نفسها لا زون فوتيك، يعني راهم متساويين. يعني لا زون وفوتيك راه هي لا زون فوتيك، يعني حول الله يرحم الوالدين، هذه راه بزاف الطلبه كيغلطوا فيها. لا زون وفوتيك راه هي لا زون فوتيك، حيت غنشوفوا عاوتاني لتحت كما كتشوفوا عندنا افوتيك وعندنا ديس فوتيك. فوالا هادو خاصكم تحفظوهم مزيان، واحد هادو ضروري غتلقاوهم في لي زيكزام. كونوا اكيدين الا مشيتوا لي زيكزام دابا غتلقاوهم. الا بغيت نحط لكم شي اكزام في انستغرام راه نحط لكم في صندوق الوصف، ونحط لكم شي اكزام اكزومبل غتلقاوني ضروري هاد الجوج، هاد لا زون اف او فوتيك ولا زون ديس فوتيك. فوالا غنشوفوا لا زون او فوتيك شنو شنو التعريف ديالها. هي واحد لا ريجيون دون لاكيل بونيتر لا لوميير او لا فوتوسينتيز اي بوسيبل نو دو يعني شنو هو التعريف ديالها، نشرحوا هذه وغنشرحوا اللي بين قوسين. فوالا نكملوا. نو دو باس با 100 متر دو بروفوندور، يعني فهاد هاد لا زون افوتيك يعني هي واحد الجهه اللي كتسمح لنا بدخول الضوء، يعني دخول لا لوميير، وبالتالي كطرى لنا لا فوتوسينتيز، يعني كدير لنا التركيب الضوئي، يعني اللي هي لا فوتوسينتيز. وما كتكونش عندنا عندنا فيها واحد الغرق، يعني ما كتكونش غارقه بزاف، يعني ما كتفوتش لنا 100 متر. شنو كيحط لك في لي زيكزام؟ يعني في ليكزام واشنو كيحط لك؟ يقدر يحط لك لا زون فوتيك. واشنو كيحط لك معاه؟ كيحط لك مثلا هذا الاقتراح نو دو باس با 100 متر دو بروفوندور، ولا كيحط لك هذه لا ريجيون دون لاكيل بينيتر لا لوميير. المهم كيحط لك وحده في هذه، والاكثريه كيحط لك هذه اللي بين قوسين. يعني هذه اللي بين قوسين ضروري فكتلقاوها في ليكزام، يعني حاولوا تركزوا على هذا الشيء بزاف لانه هادو كيتغالطوا لكم مع هذه. المهم نتوما حفظوهم جوج، حفظوا يعني هاد لا ريجيون، حفظوا هاد نو دو باس با 100 متر دو بروفوندور، ما كيكونش الغرق ديالها فايت 100 متر. دابا غنشوفوا لا زون ديسفوتيك. هاد لا زون ديسفوتيك يعني هادي اللي كتغلط لكم، يعني باش ما تغلطش لكم حاولوا تحفظوا كل وحده بوحديتها. المهم ديروا بيناتهم مقارنه، ديروا واحد الطابلو انا بغيت نديرو لكم هنا، يعني باش هكا نتوما يعني باش تدخل الدماغ ديالكم. لا زون ديسفوتيك ولا كتسمى كذلك لا زون افوتيك، يعني سواء تلقى ديسفوتيك سواء تلقى افوتيك. هاد لا زون ديسفوتيك فهي يعني سي طونت اون دوسو دو 100 متر، يعني فهاد لا زون ديسفوتيك فهي العكس ديال الاولى، يعني هادي كتكون العكس ديال الاولى، يعني كتكون فوق 100 متر، يعني من 100 للفوق، ماشي بحال الاخرى كتكون قل من 100 متر، يعني 100 متر كبر منها. هادي كتكون كبر من يعني من 100 متر للفوق، يعني كبر من 100 متر. فوالا وكيكون فيها الظلام الدائم، يعني هادي اللي كما كتشوفوا اوبسكونيتي بيرمانونت، يعني كيكون فيها الظلام الدائم دائم، وما كيكونش فيها يعني الكائنات الحيه ذاتيه التغذيه اللي هي دي بوفر في دوغانيزم اوتوتروف. يعني اوتوتروف ديجا حطيت لكم يعني في المصطلحات، فهي كتكون يعني ذاتيه غير الكائنات الحيه ذاتيه التغذيه، بحال لي بلون مثلا، يعني ما كيكونوش فيها لي بلون، يعني بالعربيه ما كيكونوش فيها لي بلون اللي هما النباتات، يعني ما كيكونوش واحد لوغانيزم اللي هما اوتوتروف في هاد لا زون ديسفوتيك. المهم هو في لي زيكزام راه يقدر يحط لك مثلا اوبسكونيتي بيرمانونس، يقدر يحط لك دي بورفي دوغانيزم اوتوتروف، ولا يقدر يبدل لك غير هاد اوتوتروف يبدل لك بايتيروتروف. يعني علاش قلت لكم خاصكم تركزوا على هادشي بزاف لانه مهم ومهم بزاف هادشي. فوالا يعني هادو هما لي زون، غادي نشوفو نكملو يعني الحوايج اللي باقي لينا. المهم بعد ما شفنا البيوسفير اللي قلنا انه كيتكون من الهيدروسفير والاتموسفير و الى غير ذلك، فغادي نشوفوا واحد جوج اللي مهمين هما لي دروسفير ولا اتموسفير، هما كتحطوا في لي زيكزام ني سي فورم دو كي سي ام ولا تعاريف الى غير ذلك. المهم غنشوفوا شنو هو لي دروسفير. لي دروسفير هو واحد الميليو ليكيد اي لونسومبل دي زون دان بلانيت او لو اي بريزون. يعني شنو هو الشرح ديال هاد لي دروسفير؟ هو واحد الوسط اللي كيكون سائل يعني وكيتواجدنا في جميع مناطق الكوكب التي توجد فيها المياه، هذا هو لي دروسفير. غنشوفوا لاتموسفير. لاتموسفير هو واحد الكوش غازوز هوموجين كي لونفلوب لي دو بريسيدون ميليو، سيت لا زون لا بلو بيريفيريك دو لا بلانيت.
المهم الشرح ديال الاتموسفير هو واحد الطبقه اللي كتكون يعني غازيه كوش غازوز هوموجين هوموجين كنتم عارفين هي متجانسه متجانسه وتحيط بالوسطين السابقين الوسطين السابقين اللي هما يعني الميليو اوسيانيك والميليو تيريست فوالا تحيط بالوسطين السابقين ياك وهي واحد المنطقه الاكثر محيطيه من الكوكب اللي هو لي بلانيت فوالا هذا هو التعريف ديال الاتموسفير. المره الجايه الدراري غادي نحاولوا نشوفوا يعني لا فاكتور ايكولوجيك نشوفوا عاوتاني لي تيب ديال هاد الفاكتور ايكولوجيك اللي عندنا جوج اللي كيكون فاكتور ابيوتيك وفاكتور بيوتيك وغنشوفو كذلك لي فاكتور ليميتون. المهم غنشوفو هادشي كامل ان شاء الله. المهم عايز ما بغيناش يكون الفيديو طويل يعني هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو كنتمنى لكم التوفيق وبارطاجيو هاد لاشين يوتيوب مع صحابكم الا كنتم مازال ما مشتركينش اشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد والله يسر لكم.